تسجيل الأهداف. المقابلة ديال اليوم جميلة جميلة بزاف، والحمد لله اليوم في الدول في الكرة الأرضية تهز الدرابو المغربي، الحمد لله بانتصار على بريطانيا، لأن ما بدل المجهودات ديالنا الجبارة، يعني ما قدرتش ما لقيتش ما نقول، لأن بهذه الفرحة الكثيرة اللي عطاونا الأسود الأطلس. لأن انتصروا كرواتيا، عرفنا حقنا الامنيه. مقابله مخيره مغزاله رائعه الصراحه، تقال ما عندنا ما نقولوا فيها، ديما المغرب. المقابله اليوم هي مقابله ايجابيه كتاكد على القوه ديال المنتخب الوطني المغربي، هي مناسبه في نفس الوقت باش نعطيو واحد يكون واحد شويه ديال الدعم وشويه ديال التشجيع من طرف المغاربه لجميع اللاعبين وكذلك المدرب إرغراغي، وهذه مناسبه كيف كتشوفوا الى جانب الحضور ديالنا الطبيعي اللي هو باش ندعموا المنتخب، حاضرين الشباب بالاعلام الامازيغيه للتاكيد على الاعتزاز ديالنا بالهويه. لعبوا مزيان، المقابله دازت زوينه، لعبوا الدراري، الله يعطيهم العز، وبغينا دائما يكونوا كيوكايا. وعاش الملك، لعيبه الله يعطيهم الرضا كاملين، الله يعطيهم صحتهم كاع اللعيبه كاملين، والمدرب الركراكي حتى هو الله يعطيه العز. المقابله كانت صعبه جدا، وتنشكروا والد الركراكي، جاب لنا عناصر جيده ممتازين، كنلقى واحد ما نشوفوش هاد اللعبه، وتنشكروا والد الركراكي، فرافو ليك فرافو ليك، وتنشكرك بزاف، كنلقى واحد ما نوصلوش هاد المرتبه هادي. وني تري زوغو على هاد الرباح هذا، وكنشكروا الدراري سيرتو صابيري ايزياش لعبوا بالقتاليه، وان شاء الله ان شاء الله هادي تعاود في كندا، وما خافوا والو باسكو عندنا لعابه قادرين انهم يأهلونا للدور الثاني ان شاء الله. وبرافو برافو، وهذا الفوز كان هدي لجلاله الملك نصره الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.